أنواع السمك كلها موجودة باستمرار؟ ساعات البحر يدي وساعات يجح. طيب لما بيوصل السمك بالطبالي للشاطئ بتصرفوه ازاي؟ قبل كل شيء يكشف عليها المعلم رجب، وتو ما كشف عليها تتحول للمعلم الكبير. ومين بقى المعلم الكبير؟ المعلم عباس الزفر. الزفر؟ اسمه كده مش كباحة لسان، انما قبل كل شيء لازم سي رجب يكشف على الطبالي ويؤمر بنقله. وسي رجب ده حكيم صحة؟ لا ده تبع المعلم حنفي. اهو اللي هناك دي عروس فراخ بوري كافوري موسى مياس مكرونة مرجان. سمك شيل. صباح الخير. صباح النور. فريد منير صحفي. عايز سمك؟ لا ريبورتاج. ريبورتاج؟ والله الصنف ده ما ظهرش. تاخد مياس؟ عايز اخد منك كلمتين. بكل ممنونية. صنعتك ايه؟ خبير في الاحياء المائية. وتعلمت الخبرة دي فين؟ اوه في البحر. كام سنة عدتها في البحر؟ طول عمري اشوف، انما نجيت للحق قد ما احبه بحرس منه. اركب الهواء. مدبوس عظيم من شان كريم اعلى ربات. يا اهلا يا سهلا بالعثمان للقبه الفخفاخه. طلبات السياده. ديك رومي سمين. عينيا يحضر حالك. ديك رومي ولا ديك تركي؟ دكتور السوداني حضر. تركي وسوداني وعربي، هو ايه؟ زار ولا عصبه قمر؟ بدستور بدستور يا اصحاب الاوامر والاحكام. بدستور ده كلام يرضي ربنا؟ ده فين شنطتي؟ خلينا اخرج من هنا. فرف الدولاب من فوق. فهمت طلباتك وحاقي حاجاتك. انا شايفه ان الطلبات كل مدى في الزايد. لم لسانك يا بنت وما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. ده انا ليا فيه بدل الهم همين، ولا الاسورتين الذهب شبكتي ما يتحسبوش. يا حبيبتي امك فداها الدنيا وما فيها. ما هو مش من جيبك، هو الكلام عليه جمرك. انت مش كنت خارجه؟ ايوه، لكن عايزه افهم ست الشيخه اني مش هسكت على الامور دي تاني ابدا، والا هبلغ البوليس. بوليس يا ليلة الأدب؟ والله عار كبرتي وقدرتي تفتحي عليكي فيا. ننامه في الشارع ولا عند الجيران ولا في اي هدايا؟ ونسيبه للتركي والسوداني وابو الغيط يعمروا بدماغهم. انا هنجن يا اخواتي من الحرمه دي وعمايلها.
العفو العفو والسماح. تعالي تعالي تعالي، الناس بتقول يا بارد وانت بتقول يا حامل. ايه يا معلم؟ قضيت خلاص، ما بقتش قادر. دول 100 جنيه اللي صارفهم دلوقتي عشان يطلعوا من جتتها، لا بيطلعوا ولا بينيموني. بكره تروق وتبقى زي الفل وتتهنى معاها هنوت المساعدين. المساعدين؟ المساعدين اللي ما عليهمش بره لحد من مخاليج ربنا، واني بقيت مديون لعباس الزفر فيما يستنوف عن 80 جنيه. ننامو ازاي ونتهنوا ازاي ولسه فيه طلبات ودين وفقر؟ ده مش فقر، ده قلة عقل. اللي بيقول لك عليه مدينه شويه شويه هيبوس ايديه عشان ينول الشرف الغالي ويتجوز بنته ويناسبه وحضرته ويتقبى. تتجوز عباس الزفر وتتمرغ في عزه وخيره، ولا تفضل حكيمه في البحريه يوم ورديه ليل ويوم ورديه نهار؟ محدش واخد بنت غير ابن اخويا نادية الرجب، ورجب لنادية ولو نمت على البلاط. لو تشوفي كسبه ولا هيئته سرجب بتاعه. عارفاه يا اختي عارفاه. لا وعلى حتة مخ ما فيهاش ريحة المخ، ده غير هربان الدم والكسوف. يا معلم حنفي، ده على رأي المثل بيختشي من بنت عمه. لكن هيجيب منها عيال غصب عنين عين ابو الغيط. انا خارج يا بابا. خارج؟ خارج. ولا خليك استريح لو كنت تعبان. راحتي بره مش هنا. يلا بينا يا بنتي. ده بني ادم ده اللي مش عارف صالح بنته فين عشان تعذريني بس. انتي معايا يا ست شيخه؟ عندك العيب يا اختي، هي البيوت تنفتح بالقرابه؟ ده البيوت بلعت فلوس. المعلم عباس مدندش وساخي، ماله يغطي مراته ذهب وحماته زارات. اسمعي، سيب الحكايه دي عليا انا، سركوا يا اصحاب الكرامات علشان نجيب الطلبات. خليتك بعافيه بقى، ما بدري على فين. الله، ناديه. يا صباح الخير، يا صباح الطبالي، يا مراكب الانوار، البحر زاد ميه بوجودكم. انا طلعت لك الفطار قرب الفجر ما لقيتكش. ايوه ما هو كنت اصلي. الله، شايف يا بابا؟ لا يا ابن اصلي ولا الله. امال طالع لعمي وبحب بنت عمي. بس مش لازم ماما تعرف ان رجب جاب لي اسوره جديده، احسن بعدين تاخدها وتبيعها عزار زي الاسورتين التانيين. ان شاء الله دي المره الاخرانيه. مبروك يا بنتي، مبروك يا رجب. الله يبارك فيك يا عمي، بس ربنا يتمم بخير ويبعد عننا عباس الزفر. خد لنفسك المعلم وصل. معلم يلا يلا شيل يلا. معلمي خلي بالك اهو. صباح الفل يا معلمي. ضرب عليه يلا. صباح القشطه يا معلمي. صباح الرضا يا معلمي. صباح الفل يا معلمي. النهارده يا معلمي. شيل يا جدع. حاضر عليك. فهمني، كتبت لي كام؟ مش شغلك. مش شغل ازاي؟ ده رزقي ورزق عيالي ما نعرفوش. هو هيسرقك يا عريان ويدي معلمه؟ من فضلك بعيدنا عن سكه المعلم، ما تعمليش فتيل وياه. امال كلامتك ده معنيته ايه؟ احنا لازم تعرف ان احنا بنشتغل معاك ده راجل. كلكم اسيادي واسياد اسيادي، بس فهمني وزن طرودي كام؟ الزم قلبك يا راجل. انا مقدم اكتر منك ومن طوسينا زيك. ارجع محل يا ولد، محل العمل واحترام. ارجع ارد عملنا هلونا بالفاضي، وعاوز يتاخد بقى شغلنا ويعرف وزن الطرود. خلاص ارموا له طروده بره واشطبوا اسمه من الكشوفات. انا غلطت يا عالم، انا بسلم الشيء وساعه الحساب ما بتلمش على التلت يا عالم. اه ده حاجه ما يعلمش يا معلم. انا معلش يا معلم. دورك عر قوي. اهلا اهلا يا معلم حنفي. اهلا بيك. سلام عليكم. سلام يا حبيبي بيومي. ايوه معلمي. خلي بالك من معلم حنفي ورايحه على الاخر. من عناية يا معلم، اي خدمه. واذا عايز حاجه تحت الحساب اديها له. من عناية. طرده تتقدم في الاول. واجب. متشكرين، الله يكرمك. اتفضل يا معلم، حسب اوامر المعلم. متشكر. سلام عليكم. مع الف سلامه. نستنى لغايه السوق ما تنشف وبعدين ننزلوا البضاعه بتاعتنا ونبيعوها بالسعر اللي يعجبنا. ياخدوها ويبوسوا ايديهم. الشيخ هزينة بره يا معلم وعايز حضرتك. لا تتفضل. حاضر. اسمع ما اقول لك، ربع البضاعه اللي بتجيلك خليها في الثلاجات لحد ما نقول لك وجه. سعيد يا معلم. اهلا يا حاج. اهلا وسهلا. نورت المكتب بنورك ونور سيادنا. الله يحفظك. اللهم اجعل كلامنا خفيف عليهم. ولا نعم معلم. رغبة سمك نظيفة وشوية جمبري للحاجة. أنا هي. ما ننسوش الكابوريا. ما ننسوهاش مدام حدانة. يا أخبارك يا حاجة؟ سآلة ممدودة يا معلمي، مد رجلك وعدي. نعدوا، بس لازم أصحاب السجالة يكونوا موافقين. الله الله يا معلمين، أمال إحنا بنلعبوا؟ الخير والبركة يا حاجة. لما قولي لي، خدت عجاد نافع من مين؟ شوف يا سيدي،
الراجل اللي اسمه المعلم حنفي لا له في الطور ولا في الطحين، يعني نقدر نقول ان هو شرابة خرب. عارفينها الواد المداهو اللي اسمه رجب لا يودي خبر ولا يجيب خبر، يعني ما نقدروش نقوله عليه نافر. برضو عارفينها. نيجوا بقى للبيت. البيت نلاقوها منكسره ومسكينه وعجينه طريه في ايد امها، نبقى ناخدوا سكتنا منين؟ ناخدوا سكتنا من عند امها. عنك يا معلمي طلعهم لك فوق. لا انا وين الخروف بس. مين؟ هاني. راجل مش غريب، ده انا المعلم عباس. المعلم عباس؟ يا 300 مرحبا. لا مؤاخذه يا معلم، انا افتكرتك حد غريب. اتفضل 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 اتفضل. إذا سمحت ادي خبر للمعلم حنفي. والنبي المعلم حنفي مش هنا. ها؟ يصح نستأذنه بس. تستأذن من بيتك؟ لا أنت غريب، اتفضل. بقول يعني يمكن يكون فيها إحراج ولا حاجة. إحراج يا معلم؟ ده 10 سنين، ده إحنا أهل. حتى والنبي ما كانش يصح أتكلف خاطرك بالحاجات دي. ودي حاجة قد المهام يا حاجة. ده أنا لو حبيت نقدمه لك حاجة، حاجات الدنيا كلها مش كفاية. ربنا يعطيك، ربنا يزيدك من نعمه. هي نعمة واحدة اللي بطلبها منه ليل نهار. نادية. وهي تغلى عليك؟ ده احنا نتشرف، ده انت نسبك يطول الرقابي. اذا اراد السميع العليم وتم النسب، مش هخلي المعلم حنفي يتكفل بحاجه ابدا. جميع مصاريف البيت وجميع لوازم البيت عليا انا، وكمان كل طلبات الاسياد. ان شاء الله هكون من نصيبك، ده انا الود ود اغمض عينيا وافتحهم الاقيكم متجوزين. انا قلبي اطمن قوي. لا ده انت تطمن قوي. طب بقى النبي قبل الهديه. اللهم عزك يا نبي يا دك كسوف. كسوف ايه بقى يا حاجه؟ ده احنا دلوقتي بقينا اهل مش اغراب. ان شاء الله ربنا يتمم بخير. كده العشم برضه. مع السلامه يا معلم. انست وشرفت. تعيشي. سعيده يا معلم، سعيده يا ماما. ده حضرة الملايكة. ومستعجل على ايه يا معلم؟ مش كنت تقعد شوية؟ والله كان خاطر نقعد، انا ما عندنا كام شغلانة عايزين نقضوها. خليتكم بعافية. الله يعافيك. اللي جاب عباس الزفر هنا؟ جاي بخيره وبنية خير. الاشكال دي ما وراهاش اي خير. اعملي بقى زي ابوكي وارفصي النعمة اللي جاياك. نعمة ايه؟ 5 عمارات و200,000 جنيه جايين يترموا على رجليكي. يفتح الله. ما انت غاوية فقر. ايوه غاوية فقر. بص اتفرج على الهدايا ولسه لا شباك ولا خطر. تجوزي بنتك لواحد متجوز 2؟ البنت بتكلمني بكل رداوة زي ما تكون عدوتها. داني امك ونفهم عنك ومحدش هنا في البيت له كلمة غيري. وهتتجوزيه غصب عنك. اتقمص يا وش الفقر انت وابوك. لا الحوان نفسه مش عاجباها احوالك. لا قول لها قول لها. جت الخيبة طلع على ابوكي وابن عمك. مساء الخير يا شوقي. مكانش وقته ابدا. صحيح. ما تفتح يا اخي. طب امرت ايه انت ناديه؟ الله افتح بقول لك. الله. طب اذا كنت انت ناديه صحيح امك عليها كام عفريت؟ هو ده وقت هزار يا رجب؟ انا بهزر، ده انا ركبي سايبه. اذا كنت انت ناديه بصحيح قولي لامك مريوحه ولا لا؟ ايوه عليها اسياد. كام؟ 1 عربي وواحد تركي. ناقص واحد. ابو الخير. هو ده. تبقي نادية بصحيح. مساء الخير يا راجل. مساء الخير يا حضرة الصول. مساء النور يا راجل. يسلم ايديكي. ازاي الشغل دلوقتي في المستشفى؟ الحمد لله كويس، لكن يظهر اني حسبها قريب. هسيب المستشفى؟ ليه؟ جاني عريس النهارده. عريس؟
واتجوزتيه؟ ايه؟ واكون يا بت عملتيها احسن بعدين اطلبك في بيت الطاعه. على فكره انت تعرف؟ انا معرفش واحد يفكر الافكار الوحشه دي. بقى اللي يفكر يتجوزني تبقى افكار وحشه. انت عاوزه اللي يقتلني نقول عليه دمه خفيف؟ عباس الزفر هو اللي طلبني. يطلبوا في بدرون جهنم يا كريم. وانا ما وافقتش وزعلت مع عمي بسبب. ليه؟ هي امك راضيه عنه؟ بس يبقى وقعتي سودة وقلبي بقى مخرط زي الكفته. ما تقدرش تقف قدامها وقفه رجاله، ايه الجبن ده؟ الجبن ده يعني انا شريه؟ ده انا مولود بيه. محدش بيتولد جبان. لا في واحد اتولد جبان. مين ده؟ انا. كان حقك تطلع بطل زي ابوك. بس ما تفكرنيش بابوي. الله يرحمه كان بطل. كل الحته كانت تحلف بحياه الشاويش متولي. لحد ما مات الشاويش متولي. مات بطل، مات شهيد، مات سيدنا المركب اللي كان بيشتغل عليه. امال انا بكره البحر ليه؟ لانه ربى للرعب والجبن. الراجل راجل برجولته وشهامته وجرأته، امال انت راجل بايه؟ بشهاده ميلاد من وزاره الصحه. اسمي رجب. في بنت اسمها رجب؟ عيبك الوحيد خوفك وجبنك. قلبك طيب. الله يخليك. نافع، خدوه. يا سلام لو كنت طلعت زي ابوك الله يرحمه. تشويش عطيه دايما يكلمني عنه ويقول لي هو ده الراجل اللي كان يملى عيني بصحيح. يا ما نفسي كنت اطلع بطل زيه. دوكها طول بعرض حمش يشخط الشخطه يزز الرجال يصغر الزغره ركب الناس تسيب. ما كانش بيخاف من السيف حتى لو كان على رقبته. يمكن كان زهقان من الدنيا الله يرحمه. وليه ما تقولش ان كان فاهم الدنيا صح؟ هو عمي قال ايه لعباس الزفر؟ يا سلام ياما كان نفسي اشوفك بطل وشجاع. افتكر ان ما كانش في واحده اسعد من مرات عمي الله يرحمها. ده الشاويش عطيه. لا لا اصرفي نظر عن الشاويش عطيه كام يوم وانا هعمل لك مفاجاه بشرفي هتسعدك طول العمر. مش عارفه اصدقك ولا لا. صدقيني يا نادي لما اشوف تصبح على خير. وانت من اهل. الجنسية فين؟ ما انا جنسيتي من الاصل مصر. ابويا وجدودي مصريين. زي ما قدمت شهادة حسن سير وسلوك لازم تقدم شهادة تثبت انك مصري. هي شهادة الميلاد مكتوب فيها نجريجي يا اخواتي. الله بس طويس ده بقى مالطي ولا مصري؟ اتفضل اخرج من الصف. خرجت يا فندم. نادية بتسلم عليك. نادية مين؟ بنت عمي الصول في البحرية وحكيمة. اهلا وسهلا. اهلا بيك. هتقبلوني ان شاء الله وتعملوني صول زي نادية؟ صول كده من راحتك. بلا صول، خلوني زي الشاويش عطية. عطية مين؟ انت ما تعرفوش؟ لا ولا انا. اتفضل. الفرز بعد اسبوع. يعني هتقبلوني اذا نجحت في الفرز؟ روح يا شيخ، ربنا ما يغلب لك مركب. اقعد بالعافية. اتفضل. مادام هنفكر في بعض هنبقى شايفين بعض يا كابتن. كابتن كده حته واحده بالنسبه لحماستك مش كتير. ده انت هوستني بالبحريه. ما هو علشان يكبر سلاحنا البحري. احنا محتاجين لشباب متحمس للدفاع عن بلدنا. عايز حاجه يا فندي؟ اتفضل. وللانضمام للاسطول اللي له اكبر نصيب في الدفاع عن وطننا. بس خايفه لا ياخدوك في الغواصات. وماله، ياخدوني في اي سلاح. المتطوع لازم يكون قلبه جامد وعنده تصميم وعزم على خدمة بلاده، واخد بالك؟ والاستهتار بأي خطر. احنا لازم نكون الخطر الأكبر على كل خطر يهددنا. هتوحشني يا منير. كل ما هتفكري اني بعيد عنك لاني بخدم الوطن ده هيطمنك عليا. وحاضر اتصل بيك ازاي؟ ايوه اصلا انا مش عارف هم هيودوني فين. شوشو الوداع يا شوشو. نداء الوطن اقوى من نداء الحب. الوداع يا شوشو. وهيب محمود جاب الله. فندم. فتح ابراهيم الصبان. فندم. خليل دياب. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اللي قول لي والله يا استاذ. اي نعم. هي كلمة اساس بالسين ولا بالث؟ هذا يتوقف على المعنى المقصود.
فإذا كنت تقصد متاعا أي فراشا فهي بالثاء، أما إذا كنت تقصد إرساء دعائم لشيء فهي بالسين. أفادك الله. أفهمت؟ والله لست بفاهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماذا تريد أن تقول؟ شوف أنا كتبت إيه. أي نعم. وكلامك يا نادية يا بنت عمي عن المرحوم والدي البطل والشويش عطية هما أساس. إذن فهي بالسين. عليك نور. تمهل. إيه؟ ماذا تريد أن تكتب؟ عايز أقول إن أساس تفكيري وشقلبت. شقلبت؟ هذا تعبير رديء ضعيف. عندي تعبير أجمل. الحقني بيه أبوس إيدك. اكتب الحافز. يعني بلاش أساس؟ بلاش. الحافز على. على. تغيير اتجاهي. تغيير. في الحياة إلى طريق أفضل ينتهي بي إلى أمجاد وبطولات. الله 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 الله. يا لطيف يا لطيف. أهي بطولات دي يا أستاذ بقالي 6 أشهر بدور عليها. الله أنت مجهد، أنت هايل. يا ريتني أعرف كلمة أو كلمتين من كلامك الحلو اللي بتقوله ده. دي اسطوانة انا حافظها، بروصها لأي بنت اكون عايز اخلص منها. تخلص منها وتخلص منها ليه؟ عشان اشوف غيرها. واحدة اكون قعدت معاها يومين ثلاثة تعبت منها. اخلص منها ازاي؟ اروح متطوع في البحرية. يا سلام. والحكاية دي بتعملها كتير؟ حوالي 4 مرات، كل مرة اطلع شرك. شرك ازاي وانت واقف قدامي زي الطورة اهو. ايوه بس انا عندي اصابة في رجلي، كل ما يكشفوا عليها يطلعوني غير لايق. غير لايق وبعدين تدور على واحدة تانية. افنندم عبد البر عبد الواحد عبد الصمد. اي نعم. منير احمد توفيق. ايوه جاي. قول اه. ودي قول اه. سنان زي الحديد يا دكتور، بس رجلي هي اللي هتضيع الدنيا. ملناش دعوه برجلك. الا قول لي هي امتى هتظهر النتيجه؟ وقتما يشاؤون. اهدى اهدى. هو انا هيهدى بالي ولا هيروق بالي الا لما اسمع كلمه نفر وياخدوني؟ لا شك عندي في انني مقبول. ازاي؟ عضلاتي من حديد، بدني متناسق، بصري حاد ثاقب. يا بختك. انا متاكد ان انا مرفوض. بس ما تقولهاش قدام وشي، ودي وشك بعيد وقولها. ده انا حتى بفكر اخدها من قصرها اروح. لا تكن عجولا، اثبت. الا قول لي مش ممكن تقرا لي عديه يا سينيا؟ انت اسمك ايه يا أخ؟ عبد البر عبد الواحد عبد الصمد. وحضرتك؟ انا اسمي منير احمد توفيق. ومحسوبك رجب شعبان رمضان متولي. تشرفنا جدا. اوكي سيدي، اوكي سيدي. رجب شعبان رمضان متولي. افندم. عبد البر عبد الواحد عبد الصمد. اي نعم. بس يا جماعه مش قلت لكم؟ خليل دياب. السلام عليكم. محمد احمد. بدر. منير احمد توفيق. منير احمد توفيق. انا اسمي في كشف المقبولين. ايوه عسكري. عسكري. يا ترى رحت فين يا رجل؟ كنت اسال عليه اصحاب البلانسات يا باب. اسم الله. حاكم شجاعه قوي علشان يركب بالانس ويخش جوه المي ده، بيخاف يغسل وشه من كتر كرهه للبحر. ما تروح تدور عليه يا باب. انا خليت حد ما سالتوش ولا حتى ما رحتهاش. شايلين الدنيا على راسكوا ليه؟ هي النجوم هتقع من السما ولا الليل مش طالع له نهار عشان سميلس بتاعكوا ده؟ ده ابن عمي وغايب بقالي يومين. يمكن وظف الشيطان وعمل عامله خاف يتمسك بيها، هرب واتخفى. يلا المركب اللي تودي. بوسطة. بنت عمي العزيزة، ساعة ما يوصل الجواب ده أكون بعمل برهيك لأني اتطوعت في البحرية. هي دي المفاجأة اللي كنت عاوز أقولك عليها. ما تتخديش، مش هخاف من البحر ولا من أدخل موجة. كلامك يا نادية يا بنت عمي عن المرحوم والدي البطل وعن الشاويش عطية
كان هو الحافز القوي لي على تغيير اتجاهي في الحياة إلى طريق ينتهي بي إلى أمجاد وبطولات. ابن عمك العزيز رجب كويس يا رجب كويس خالص. والله كنت الأعادي يا رجب وخليت دماغهم في الواطي. حقني نبعت لجواب نهنية يا بابا. انت كمان تستحق التهنية لأنك السبب في النجلة الكبيرة دي اللي اتنجلها ابن أخويا القدام. روحي بقى اكتبي له الرد وقولي له عمك مبسوط قوي وبيدعي لك. قبل ما يوصل الرد هيكونوا رفدوه، اللي زي ده عمره ما ينفع ولا يعمر. انت خلاه في الظنون يا رب. ما تنساش وانت راجع تجيب لي معاك حمل برسيم. حمل برسيم؟ ليه؟ هتغدي بيه الاسياد؟ دستور برضان يا سلطان الجن، قادرين يأذوك، قادرين يذلوك قد ما بتطاول عليهم. الشاطر فيهم يطلع لي وانا خزق عينين اللي خلفوه. ما تكبرش معايا، انا جايني جمل بصنمين ويلزموا كل يوم حمل برسيم. طب دوري بقى على اللي حيدفع قرش من حقه. بس ما تتشنكش، ده جايين هديه من المعلم عباس. ينفلق والنبي لو قبلك ذبايح السلخانه كلتها ما هو شامم ضفر ناديه. هنشوف. الهي ما توعي تشوفي ولا تسمعي يا شيخ. ابن عمي العزيز رجب. نفسي اشوفه هو شايل البندقيه. قدامك بصي عسكري رجب قدامك ما يتلفتش حواليك. بعدين معاك عسكري رجب. للشمال مل، للشمال مل، اعدل نفسك. الشمال مل يعني الحاز اللي جنبك اللي على يمينك، بس وقف ثابت. جنبان واحد اثنين ثلاثه. وخدمه خد يا عسكري عبد البر من دويا. وقف ثابت، بص قدامك عسكري عبد البر. خد من دويا. وقف ثابت، وقف ثابت يا عسكري عبد البر. وقف ثابت، اثبت الناس من دويا. وقف ثابت، وقف بص قدامك بقى ما تكلمش. خد من دويا عسكري عبد البر. امسكها كويس، بص قدامك، اثبت ده، بص قدامك. هات الفول. واحد اثنين ثلاثه. بالتناتات. ده اليمين. رايح فين يا عسكري؟
رايح فين يا عسكري؟ يا فندم هم غلطانين اصلهم سابوني. ابو نفذ وقفت مع الندى ونفذ مظبوط. ده الخلف الندى مش ليك يا عسكري، ده للفصيله. ده الخلف دور انت. اقف ثابت يا عسكري رجب. مش سامع حاجه خالص؟ انت مش مخك معانا؟ لا ده الخلف محلك بالخطوه السريعه عسكري رجب اجري. الفصيله تتقدم لا اليمين على اليمين اقف ثابت على اليمين بص يمينك لا لمام اضرب كما كنت لا لمام اضرب كما كنت لا لمام اضرب كما كنت لا لمام اضرب حرك الشمال بالثلاثات لا الشمال على الشمال الشمال لف معتدل ارش اصل دليل الشمال طول دليل اليمين كل ثلاثه مع بعض ارفع ايدك فوق شمال شمال يمين رايح فين يا عسكري يا رجب ايدك الشمال فين يا عسكري رجب سلاح قف عسكري رجب الخلف دور سريعا ارش يا عسكري مش عارف ايدك الشمال من ايدك اليمين خلص تنظيم قف مش عارف الطابور ايوه غلطت اخر مره ادخلك المكتب مع دور اسف يا فندم اخر مره حاضر غلطت ثاني مره حاضر دوران لليمين لا اليمين يا عسكري بقول لك اعمل اليمين دور تعمل الشمال دور لا اليمين وانت عند هنا عارف ايدك اليمين الشمال فين ايدك اليمين اليمين فين الشمال اهي طب لخبطهم كده اعملهم كده ببعض اهم اه ثابت فين ايدك اليمين ولا الشمال فين ما انت لخبطتهم يا فندم عسكري ايدك اليمين اه ايوه نادي يا خلاص الدور دوت على ايدك اليمين دي بخوف لا اليمين لا الشمال حر لا اليمين حر لا الشمال حر وحلك يا عسكري رجل خطوه سريعه رجل عسكري صراف الطابور صراف بالسرايا صراف الفصائل يا رب اليمنى ام اليسرى اظن يا شيخ عبد البر التقاعس بالارجل الشمله الفصل الثاني الدوران بالعدد يدور العسكري الى اليمين على عقب الرجل اليمنى واصابع القدم اليسرى وذلك برفع عقب القدم اليسرى واصابع القدم اليمنى انت اخيرا لو كنت لازم تقرا في سرك لو قرات في سري لن افهم شيئا ليه هتفهم بعقلك ولا بوجهك انا حر افهم كما اريد واشتهي الكلام ده لما كل وحدك مش تصدع لنا دماغنا بعد اتمام الحركه الاولى يجب ان تكون القدم اليمنى مبسوطه على الارض وتكون عقب القدم اليسرى مرتفعا وكلتا الركبتين مستقيمتين والجسم منتصبا وكله مرتكزا على القدم اليمنى إلهة خمد يا شيخ اثنين مع ثانية مفصل الركبة اليمنى قليلا وتنقل القدم اليسرى نشاط القدم اليمنى الفصل الحادي عشر وكل ده عشان اخلص من شوشو هي شوشو كانت وحشة ده انت بكرة هتبقى عسكري عال وتبقى في الجندية ممتاز ده انا نفسي حاسس اني هبقى عسكري كويس ويمكن يجي مني الفصل الثامن والتسعون رفع السلاح عن الارض رفع السلاح عن الارض رفع السلاح عن الارض رفع السلاح عن الارض انت عسكري شويش انا مش ممكن اقدم استقالتي من هنا اهو امال صحيح ممكن قوي بعد 5 سنين ان شاء الله البس انت عسكري اصحى عسكري اركب الهوا اثبت هنا هوا. مفيش ركوب هوا هنا في نظام وفي عسكريه ما سمعش النوبه معلش النوبه يا شويش اصلا انا ما نمتش طول الليل ليه اصل العسكري عبد البر ده طول الليل عمال يقرا لنا في تراويح عسكريه
انزل البس ما تعرضش نفسك للجزا. معلش والنبي اصلا انا رجلي مقفقفه. ضرب السريع تعني بسرعة ضرب النار في دفئة التنشين. بنادت طلقات صامتة أقراص تنشين أشكال هيكلية. معلومات للمعلم: ثبت الأشكال الهيكلية على مسافات حتى 300 متر. ألك ألك ألك. يتقدم التدريب يختبر كل جندي بوقت فرصة التنشين. مش بطال، نشن أحسن عشان تضرب في السوادة نفسها. يا مرسي يا أبا العباس. بعدين معك عسكري، نشم فوق شوية. حاضر يا فندم. خلي النشان على السواد عسكري. انت ايه ما بتشوفش؟ والله يا فندم هو احسن، انا اضرب الاول وبعدين ترسموا السواد فوق الضرب على مهلكم. رايح العنبر عشان اقابل عبد البر. ليه؟ علشان يكتب لي جواز لناديه. ولقد انتهينا بعونه تعالى من التدريب بنجاح استرعى الانتباه، وسننتقل بعد ذلك الى مدرسة فن البحر، وعشان كده ادونا اجازة 12 ساعة تبتدي من الساعة 2 يوم الخميس، يعني 2:30 تبص من الشباك تلاقيني على الباب. قولي لي يا اختي كفاية كده ولا ايه؟ تعال قوي، ده غدا معتبر. كنت عايزة اعمل صينية كنافة ملحقتش. حلوة قوي كده يا اختي، ده غدا يشرف ويملى العين. اهو منقدم السبت لقى الحد قدامه. وحياتك الا بكرة يقدم الحد والاتنين والتلات. ده قايم نايم يحلم بالست نادية ومستني على جمر ساعة القبور. وحياتك ما تنسيش تبقي تقولي له يلغيها على الغدا. حكم الملغية تفرح البنات. عناية الاتنين. اهلا بسنيورتي. اسم الله يا عز الحبايب. يسلم ايديك يا ماما. كله علشان عيونك، هي مامتك لها اللي ساعدك وهناك يا حبيبتي. انا متشكره قوي على العزومه الحلوه دي، لكن انت عرفتي منين انه جاي النهارده؟ ماما اللي عزماه. عزماه؟
عزمة مين؟ العزومة دي مش لرجب؟ لا مش لزاب. ومين يعبره ولا يصبره ده؟ طب كفاية بقى. إن شاء الله ينكفي على ملا وشه ما يمعى ولا يستوعى. غريبة قوي يا أختي على الشبادة وعلى حبها الرجب. يو المعلم وصل. المعلم يا صلاة النبي أحسن. يا حرامي ايه اللي حدفك علينا السعادة؟ ترمي الرمل وراجع امتى؟ يا ولية هو انا لسه وصلت. يوصلك القضاء المستعجل يا رب. عارفة انك فيكي ملامح من المتر اليوز. اهلا 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 الحمد لله على السلامة شويش. الله يسلمك. نورت البيت. البيت نور بوجودك يا حضرة الصوت. ازيك يا راجل؟ الحمد لله. وحشتيني قوي. ان شاء الله ما تشوفيش وحش. ما تشوفش وحش ازاي وانت واقف لها في وشها. وبعدين بقى في الحرمة الاسيوية دي. معلش يا راجل معلش. انا عايز اسمع منك كل حاجة. عايزك تحكي لي على كل شيء. اهلا رجب ازيك يا ابني؟ الله يخليك. مبسوط؟ الحمد لله. ابن اخويا معلم عباس. شو بقى ازاي؟ بقى ازاي؟ ما زي ما هو. ايه اللي زاد عليه البدلة؟ ده حتى لو لبسوه بدلة قبطان برضه شكله يموع النفس. انا وياك. لا الوحش بيحلو ولا الزفر بينضح. السفرة جاهزة اتفضلي يا جماعة. ايوه اتفضلي. اقعد جنبي هنا يا رجب. اتفضل يا معلم اتفضل. مؤاخذة يا معلم عباس. الست مكسوفه قوي اصل يعني الاكل مش قد المقام. كل ده ومش قد المقام. اكله بشبع لو تقدر تهضمها يا ريس راجب. ههضمها انا لسه شباب وفي العسكريه. ما تتفضل يا معلم. انت عايز عزومه ولا ايه؟ بيتك ومطرحك. ده العاشم برضه. واللي يتعاشم في وجه الله يكرمه. ده اكرامك فرض واجب على راي المثل ما يجي من بعد خيرك. ده الحبه اللي بقعدهم هنا ما بسمعش سيره غير سيره المعلم عباس وخير المعلم عباس والفرح اللي هيفرحه المعلم عباس. ده ضروري وعن قريب. رجب قمت ليه يا ابني؟ ما تكمل اكلك. ياكل بعدين سيبه يقول. الناس تقول كلام حلو على الاكل مش تقول كلام زي الدبش. يا اخي دبش لما يفتح نفوخك منك له. اتفضل يا معلم ولا يهمك. وانت ناوي تاكل ولا تفصل؟ اديني باكل. كل كمان. قمت ليه يا راجل؟ ده بيتك وخير عمك. كان حقك تقعد وتغصه واللي ما يعجبوش يطق من جنابه. يا ست انا هحارب في بيتكو ولا في الاسطول؟ ما تخليش حد يتحداك ويفتكر انه غلبك. وعلى ايه؟ ده انا جاي يوم زياره ومسافر لازم اعتمد لكم الدنيا. ولا يهم ما دام انت عارف شعوري من ناحيتك. ما هو ده اللي هيجنني. انا وانتي وعمي قلبنا واحد ونيتنا واحده. وصول التكتيك المظبوط ان احنا نعمل هجوم مفاجئ على المأذون عشان نخليها امام الامر الواقع. انا ما عنديش مال. يعني الاجازه الجايه ننفذ الخطه. ربنا ما يحرمنيش منك يا ناديه. اشوف وشك بخير. مع السلامه. انا ماشي. مع السلامه. أنا ماشي. مع السلامة. أنا ماشي مع السلامة. اديني ماشي. أتفز نمرة اثنين. سعد أتفز نمرة ثلاثة. سعد أتفز نمرة أربعة. سعد أتفز أسعد. أقفز أسعد. أسعد مكانك على سريع. حاضر. اجري شوية اجري شوية. سيبه عسكري عايز يهرب من حياته.
من هو لوحده. يا عبد البحر يا عبد البحر اتفضل الحقوني. لا والله مش هتقدر. يا ناس ولا بدك تشهد عليا الله يخرب بيتك. يا دوتي يا خرب يا اختي. مرحبا يا رجب. ايوه كده يا رجب. انك لسباح ماهر. ايوه اليمين الشمال برافو عليك. هو كده. اسرع اسرع يا رجب. اسرع اسرع كويس عسكري. برافو عسكري. الحان يا عسكري. ايه سرحان فيه يا راجل؟ ايه عقبال ما ربنا يهديك وتسرح زي يا منير. انا خلاص هتجوز. تتجوز؟ طب وانت عارف انك عشان تتجوز لازم يكون عندك تصريح من القائد؟ قائد؟ ومين اللي قال الكلام ده؟ انا كمان كنت هتجوز شوشو الجمعة اللي فاتت، بس المأذون قال لي لازم اجيب تصريح من القائد. انت تتجوز؟ ايوه يا راجل انا اتغيرت خالص، البحرية غيرتني. مش قلتلك؟ اسمع احنا بكره نروح لحضره القائد وناخد منه تصريح بالجواز. يا ريت، بس مش ممكن. مش ممكن ليه؟ انت ناسي ان احنا طالعين بكره زياره لوحدات الاسطول. يا نهار اسود. عدم المؤاخذه الواحد قاعد زي الاسطول. يلا بينا. يلا معلمي. عملت ايه مع المحال؟ كل خير. اعلان الحجز اتكتب قدامي ورسوم اتجدرت على 150 جنيه ودفعتوه وزمنته اتورد للمحكمة. يعني جرب المحضرين هيحدد ميعاد للبيع النهارده؟ ايوه يا معلمي، وكلها كم يوم تشوف بعينك المحضر داخل بيت المعلم حنف عشان يتربط. واذا عارض في الجواز بعد كده هنفرجوه اكتر من اللي شافه. اتفضل. خلي الصورة دي معاك عشان تعرف معاد البيع. ربنا مش هيجيب بيع ان شاء الله. ان شاء الله. واحب افهمك انك مسؤول عن المنقولات المحجوز عليها دي، لانك ماضي على الحراسة، فأي تصرف فيها يعتبر تبديل. ربنا هو الستار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا رب. في البيت فضحتني في وسط الحته مش تريحت. ادي عليك بايه يا حلف يا ابن فطومه.
يا ربنا يفرجها علينا وننستر يا ولد. ما هو فراكه واحنا اللي بنتبطل، بعت لنا الخير لحد دارنا واحنا اللي بنرفضه برجلينا. انت بعد كده هتكسب ولا هتشوف خير؟ يا وليدة الله، دي حتة بنت واحدة اللي حيلتني، نطفي بايدينا نور عينيني. اطم على وشي يا اخواتي، ما لما تتجوز عباس وتلبس احسن ملبوس وتاكل اللي تشتهيه النفوس، يبقى معناها بنطفي نور عينينا؟ طبعا. وتطبعها على كيفك؟ انا مش شايف سعادتها يا عباس، روحه مش موافقه روحها، كلامه وافعاله ما بيعجبوهاش. ما هو انت السبب، هي كانت سمعت منك كلمه حلوه عن عباس ولا شكرانيه في انسانيه عباس ولا حبتوش؟ ما هو الاثنين كانوا قدامها وعلى المكشوف، هي بس حكايه كلام. انت بتكره بنتك وبتحب ابن اخوك، ومخلصك تتذبح قدام عينيه ولا تمدش ايدك وتحوش السكينه على رقبتها؟ اني؟ ايوه انت، وهي السكينه طالتنا علشان تنبسط انت وابن اخوك. بلاش من ابن اخوي، الامر لله، جوزيها يا ست العباس الزفت. اهجت اول ما توصل كلمها. صباح الخير يا بابا، اما انا عندي لك اخبار مدهشه. خير يا بنتي؟ طول بالك بس يا بابا، الجواب ده فيه ثلاث اخبار كل خبر احلى من التاني. اولا رجب خلص مدرسه فن البحر، ثانيا هيستلم شغله على مركب قريب، ثالثا قدم طلب بالتصريح بالجواز، واول ما هيستلم التصريح هيطلب اجازه وحي عشان نكتب الكتاب. ما قلتليش يا بابا مبسوط ولا لا؟ مبسوط يا بنتي مبسوط. ولما نكتب الكتاب هنخلص من رزاله الزفر، ويا ريت يا بابا تشوف لنا شقه بعيد عن هنا ونعزل فيها. الله، انت في حاجه مخبيها عليا؟ لا بس كان بدي نقولولك. اتكلم بسرعه، عاوز تقولي؟ كان بدي نقولولك مبروك وعلى بركه الله. هو ده الاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه؟ مش قادر، قولي لها انت. ايه اللي حصل يا ماما؟ اتحجز علينا وهيتباع عفشنا بعد 15 يوم وهنتحجز في الشارع. ومين اللي حجز علينا؟ المعلم عباس، له عند ابوكي 150 جنيه من زمان ما رضيش يطالبه على اساس انه هيناسب، ولما ما لقاش من حضرتك ريق حلو ولقى ابوكي من صفك قال لما اجيب بوسهم الارض يمكن يعقلوا. 150 جنيه؟ وابويا هيجيب منين 150 جنيه؟ ويا ريت على الحجز وبس. في ايه تاني؟ المراكب اللي كان ابوكي مأجرها من عباس، خدها منه وقعد في البيت، لا شغله ولا مشغله. والحل ايه؟ مفيش غير حل واحد اتفقت انا وابوكي عليه، ما قدرش يقولهولك. ايه هو؟ تتجوزي عباس الزفر. وإذا اتجوزت عباس يتنازل عن الحجز ويرفع الحجز عنه ويساعده بالفلوس وتبقى عيشتنا حاجة حلوة. إن ما كانش كده قليل المطلقة أبوكي ومات فيها. تحت أمركم، اعملوا اللي أنتوا عايزينه. أهدي دلوقتي بنتي وحبيبتي. في حاجة يا سويس؟ خلقتك مش عجباني ابدا. عندك حق يا فندم، انا نفسي خلقتي مش عجباني، انما المسألة مش بالشكل، اذا كان على الشكل. عسكري! حاضر. انت ما خدمتش معايا قبل كده؟ لا يا فندم، ده اول يوم ليا على المركب. ما خدمتش معايا في الجيش؟ لا يا فندم، ده اخويا. لازم خدمت معايا في البوليس. لا ده اخويا التاني حاكم، احنا اربع توائل. لسه فيه رابع؟ الطيران يا فندم. الله يخرب بيتي يا فندم بيتي. خطوة الخلف مرش. مستجدين صفا. مستجدين. ايه انت؟ الطابور الاولاني بعد خمس دقايق، اول ما تسمعوا النوبة تجمعوا هنا على طول. ودلوقتي تروحوا تغيروا هدومكم في البرطوس. برطوس يعني ايه؟ لست ادري. بيقول لك ايه يا عسكري؟ انه يريد ان يعرف معنى كلمة برطوس. البرطوس هو عنبر العساكر. مفهوم؟ مفهوم يا ابن البرطوس. مستجدين صفا. مستجدين انبا. مخالي شل. انت مش سامع يا عسكري؟
في عينه بغباوته وشكله العكر. يا عسكري مخالي شل يا جماعة اللي اسمه مخالي يرد احسن، ده راجل شراني وانا عارفه. يا عسكري غبي وما بتفهمش وسكتنا كمان اطرش ما بتسمعش. مخالي شل يا فندم حضرتك غلطان، انا اسمي رجب مش مخالي. هو بعينه بلمطه بغلبته. يا عسكري مخالي يعني جمع مخلة. شيل المخلة. حاضر يا فندم. اليمين ضرب انصراف. مش ممكن يكون في اربعة منه، انا ما اديش عقلي لغيري ابدا ابدا. طعم انبر على اليمين حدا كما كنت، على اليمين حدا كما كنت، على اليمين حدا كما كنت كما كنت. يا عسكري بصوا قدامك يا عسكري رجب. اقعد رقبتك يا عسكري. اصلها سرجنت يا فندم. متشكر قوي يا شويش عطية، ربنا ما يحرمك مني. اخلص حتين فرد كما كنت. ما بتعدش فيه يا عسكري، لسانك مزنجر زي رقبتك. غلطان يا فندم. اخلص عيد بقى كما كنت. استنى نمرتك يا عسكري. يا عسكري عد لدورك. دلوقتي كل واحد عارف نمرته، وزي ما فهمتكم قبل كده كل نمره لها عمل على المدفع. اول ما تسمع الندى طقم مدفع عد، كل واحد يقول نمرته وعمله على المدفع. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. اخلص طقم المدفع عد. ما بتعدش ليه يا عسكري؟ هو انا لحقت يا فندم؟ هنا كل شيء بسرعه، الحركه بسرعه والعمل بسرعه والندى بسرعه. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. كمان مره. اخلص طقم مدفع عد. بررم شغلتك على المدفع بررم. ما هو يا شويش عطية اصلي للحكاية. اخلص انت نمرتك كام يا عسكري؟ اربعة. واربعة دي شغلتها ايه على المدفع؟ فلايس الباشا هاي هلفات برستر بدك هاي هبلا هبلا هسلفا. اخلص دي شغلتك على المدفع؟ لا يا فندم لسه هايفا 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 بكرة ابو سوسلتها. اخلص عسكري عسكري راجع مرة تانية هتعمل الحركات دي هدخلك المكتب محبوس. سامع؟ سامع يا فندم. انما المرة دي هكتفي انك انت تدهن المدخنة ابويا. الغي غير هدومك يلا. حاضر حاضر. طعم مدفع عد؟ بتشتغل وانت سارح يا عسكري. الله يقرفك. شوف عملك توديك في ده يا يلا. حاضر يا فندم. اركب انا هفرقك يا طور. سامحوا النبي يا شويش عطية. لم ممكن أسامحه أبدا أبدا. يا شويش أنت تعرف أنني لا أحب إلا الحق ولا أقول غير الحق. رجب لم يتخلص نهائيا من ركوب الهواء، وعندما سمع الصفارة نط وفط وقفز وحدثت الفاجعة التي لطخت وجهكم الكريم. يا جدع انا ما بفهمش كلامك، اسكت انت. يا لك من شنقيط. شنقيط؟ شنقيط يعني يا منير؟ ايوه شنقيط.
قصده يقول لك يعني انه الجردل وقع منه غصب عنه. غصب عنه بكيفه اسمه اهمال، والاهمال في العسكريه يضيع ارواح ولا بد من جزاته. اغفر له يا شويش، لقد حصل اليوم على تصريح كي يتاهل. يتاهل يتاهل يعني خد اجازه عشان يتجوز. يتجوز؟ طب ما دام هيتجوز مفيش داعي للجزاله. تعجبك؟ كل من ناحيتك يعجبني، الحلم عمره ما يجيب حاجه وحشه. انا اديت الرسم للسيد ارمالي في شارع شريف، خدت صوره من مجله فرنجي. رخرة ضيعها يرد الروم. كله عشان خاطر ناديه. يا فين عشان نقدموا لها الشبكه؟ روح عند ناديه يا معلم. همة يا معلم. أنا جاهزة وجاية معاك. الأمر صاحب الأمر يا بنتي. أيوه نورت يا عروسة. مبروك يا عروستنا. من شان مشتريات حاجات محتاجة. قولي لهم انا تحت امرهم ومستعد لكل طلباتهم، بس زي النهاردة كاتب الكتاب. الله، ايه الهيصة دي؟ انت عندكم انتخابات النهاردة؟ انت مخك راح لفين؟ دي خطوبة عقبال عندك. طب ما هو عندي. عقبال عباس الزفر. ما خطوبة المعلم عباس الزفر. عباس الزفر؟ ايوه. لازم كمان شيشات مكتب كهرباء. أمان مساء الخير يا رجب. مساء الخير يا عم. انت جيت امتى؟ من ساعة ما لبستوها الشبكة. انا مش عاوز اكون صغير في عينك يا رجب، ومش عاوزك تظلمها هي اخرى. على العموم مبروك يا عم. نادية ضحت بنفسها عشاني، عشان ما ننزلش لعباس اللي حجز على عفشي وكان عاوز يعمل لنا فضيحة في وسط الخلق. مصدقك يا عمي، انا اتمنى لها السعادة من كل قلبي، وربنا يجعل لها في كل خطوة فرحة. وانت يا ابني؟ أنا ليه ربنا هو والبحر لا سرتها ما تلزمنيش. أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد، فإذا لم يكن ما تريد فارض بما هو كائن، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والدنيا مليانة حاجات حلوة، الطويلة والقصيرة، السمرة والشقرة، الرفيعة والتخينة، ده أنا بكرة ههيصك. أنا مش عاوز تهيصنا ولا حاجة، أنا عاوز نادية. وما السبب في فشل هذه الزيجة المباركة؟ الدين، عمز 350 جنيه من عريس الغبر الله يخرب بيته. قبح الدين، إنه هم بالليل ومذلة بالنهار. يا شيخ دي بسيطة خالص، 150 جنيه، ومادام الحكاية لسه خطبة ولا تحمل هم. ما حملته يا منير واللي كان. من هنا لغايه ما نرجع من ضرب النار هكون شفت لك حل. ومتى نرحل لضرب النار؟ بكره الصبح. يلا بينا. مولى المقدم،
خطيئا للامام مكن يسار. خطيئا للامام مكن يسار. تجربة نوبة غرق. مش احسن دلوقتي؟ الحمد لله احسن كتير. تاخد بكره كمان راحه وبعدين؟ لا انا عاوز احضر بكره ضرب النار. واذا رجع لك دوار البحر؟ انا خلاص انا ما بخافش من البحر، انا بحب البحر.
كل واحد في المركب من عسكري لغايه القبطان يدفع جنيه، ثم يلم اكتر من 150 جنيه، ثم يكسبها رجب ويدفع الدين ويحل مشكلته. وكيف يكسبها هذا المدعوس المنحوس رجب؟ دي تسيبها لي انا احلها، تعال معايا. هات جنيه يا رجب. عشان ايه؟ من تقاليد البحرية يا رجب أن يعمل يا نصيب بعد ضرب النار يشترك فيه كل فرد بالمركب. يا سيدي أنا مستعفى عن اللوترية دي. لا تركب رأسك، ادفع بالتي هي أحسن. لا ثم لا فلا. يمكن تكسب يا رجب، جرب حظك. ما أنا جربت وعرفت يا منير. طيب أنا هسلفك الجنيه وتبقى تدفعه لي بعدين. مش دافع. سعيد الحظ بعد ثانية واحدة هيكسب 150 جنيه، تحبوا مين يسحب القرعة؟ رجب. رجب. تعال يا رجب بسحب ورقة من دول. سحبنا يا فندم. رجب شعبان رمضان. ما دفعتش حاجة. دفعنا لك أنا وعبد البر. إيدك بقى على الجنيه يا حلو. الله. كل الورق مكتوب عليه اسمي. كل ده علشان المهم الفلوس أهي. وادي كمان تصريح بيومين يعني تقدر تروح تتجوز. يلا بقى يا حلو. يلا. هيا هيا. ده انا متعلم لك المصارعه الياباني علشان ندشدشوك.
مفيش لزوم يا رجال. مفيش لزوم يعني ايه؟ عمرك شفت واحد يشتري عروسه بفلوسه الا اذا كان قلبه زفر؟ ولا انت. اوعى تمد ايدك عليا احسن تتحاكم جنائيا. ودي مرجاله دي انك تتحاها في بدلتك بس وليه يا مريوحه يا حلمبوحه؟ لا ما تشخطش في ضيوفي. ضيوفي في مين اللي مش عاجبه؟ يلا في 60,000 داهيه. انت جارلك ايه يا رجب؟ انا زي الحديد. اسكت انت، انا جاي نوفي الدين اللي عليك وافك سجن بنت عم من الشايب العايب جوز الاثنين ده. معلم حنفي، انا ساكت اكراميه للعروسه ولك، لكن وخلق الخلق الولد ده ما يزود بكلمة تانية لكم بريء من دمه. رجب يا ابني، كلمة واحدة مفيش غيرها. 150 جنيه اللي بعت له بنتك بيها اهي، بس ما تكتبش الكتاب اهي اهي. فلوس فلوس يا رب. ما تطلع المهر يا سبع البرومبا وتيجي تكتب الكتاب بدالي. رجب، ما تجيبني الفلوس من ابن اخوك يا معلم حنفي. هات لي منه 150 جنيه. خرس ليه اللي كان جاي يعمل له غاغه؟ كسبتنا وعرضتنا، ده هيتعرك يا بعيد. دق يا مزيكا حزيني. ودوه على المخزن. وصلوك يا سرجب؟ وصلوك ايوه حته. في عربيه المعلم عباس. وماله؟ انا اولى بالحسنه من غيري، وكان المعلم ولا نساله في امه ونفسي نحرق دمه. اطلع. متشكر قوي يا ابو علي. العفو. وصلوك على فين بقى؟ على المينا، بس بسرعه احمل معاذك. انتوا جايبين لي هنا فين؟ اسمح لي انزل دقيقة واحدة. ايوه بس انا عاوز اروح المينا. دقيقة واحدة وهنوصلوك على طول. عن اذنك. اتفضل. الله، قولوا انتوا قولوا. قول المعلم السردين في امان. اتفضل. خد يا ابني. انتوا عاوزين رجب؟ ايوه باسرع ما يمكن. نزل من شوية. اسرعوا. يا معلم ما شفتش رجب؟ شفته ركب عربيه المعلم عباس، لكن ما نعرفوش راح فين. اهي العربيه جت. وديت رجب فين؟ هترفض الاجابه؟ اذا في الامر سر. لا ما تسوقوش كده، ده هقول لنا كل حاجه في السكه. ده راجل طيب. قول انت. عامل راسك براس المعلم عباس يا كلب. هو ده العنوان؟ اسف يا حبيب. سيبوه دلوقتي فوق لوحدي. رجب!
تعالى قدامي قدامي يا شاطر. مش عيب مش عيب تضرب هذا عمامك. بالك عطشي اطلع 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 اطلع. الحمد لله جت. زقوه البوليس البحري. انا الشاويش عطيه ابو الروس. روقي روقي اللي انت عاوزاه حيتنفس. انت بتوافقها على عليها يا راجل؟ اسكت انت. اسكت على تخريفك اللي انت بتخرفه. اخرصي. عفاريتك دول مانيش عاوزهم يظهروا تاني. انت دينتيني وخربتي بيتي. الراجل اللي بره دي مش هيتجوز بنتي لا الليله ولا بكره ولا بعد 100 سنه. انا كنت في غفله وصحيت. قلت ايه؟ هم مش راضين ينصرفوا؟ طيب انا هخليهم ينصرفوا. ايه في ايه؟ شوفي في ايه؟ خير يا جماعه خير. في ايه؟ روحي من قدامي يا وش النصايب. اوعي تفتحي بوقك لندب بصوابعي في ناظرك. ايوه جرى ايه معلم حافي؟ ست نواعم مالكيش دعوه. هو حر فيا انا مالي. ان شاء الله ياكلك. امر الحجز معاك بقى تعال الصبح نفذه. كلام اللي بتقوله ده يا معلم حانف؟ هي كلمه. انا عقلي رد في دماغي. مفيش كتب كتاب. مفيش كتب كتاب خالص. انت بتكلمني اني؟ ايوه بنكلمك. بنكلم عباس الزفر. امال بيكلموا مين؟ فتح عينك كويس. لاجل العيش والملح اللي مقسمينه سوا. شوف مصلحتك يا راجل. انا ما نشوفش الا مصلحه بنتي بس. يعني بتعاديني؟ انا ما بنعاديش حد. بنتي مش قبلك وخلاص. لا الكلام ده كان قبل الفرح. كان قبل المعازيم. كان قبل المعلمين الكبار اللي بره. انا نطلع لهم نفهمهم. انا مش مفتري يا معلم عباس. انا اب بنت واحده نيه ما حلتش غيري. شوف يا معلم حنفي بشرفي انا حمسح بك السوق مسح وبتشطر وبيع طرد واحد. اما نادية هنتجوزوها غصب عن حباب عينيك. هنتجوزوها بالذوق بالعافية. هنتجوزوها. معلمك هنا؟ لا. والنبي وانت كان هو اللي بيتجوز. انا ما نعرفوش شيء. ما تعرفش ازاي؟ ما تعرفش ان ده جوزي وعندي منه ثلاثة. وانا عاشي وملحي ما فرحتوش ولا دلوقتي ما بقتش الراجل معاه اللي كلمني. هو مات. نخطبولك. انتوا جايين تعملوا ايه هنا؟ جايين نعمل الزفه ونطلب البل ونفرج عليك عبيده. شوفي شغلك يا جميله. جميله جميله. زهراتي يا ولية. زهراتي. لا لا زهراتي بقولي. التشاجر مع المدنيين. معلش ما تزعليش. كلها 48 ساعة سجن وهرجع لك صاغ سليم الساعة 7. يحبسوه في ليلة دخلته وانتوا مش قادرين تحشوه. ايوه بس اصل انا محبوس زيه تمام يعني.
جمعت المتاعيس مع خائب الرجاء. Thank you.